وينضم معنا عبر الهاتف من عمان الشيخ عبد القادر النايل الناشط السياسي. اهلا ومرحبا بك شيخ عبد القادر. بدايه، ناشطون يدعون لتظاهرات موحده في جميع المحافظات يوم غد الجمعه، كيف تتوقعون حده هذه التظاهرات يوم غد؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما ان هذه الدعوات تجاوزت حتى الناشطين، لان هناك عشائر عربية أيضا حقيقة حددت يوم الجمعة، وستكون هذه التظاهرات تظاهرات قوية وفاعلة رغم كل ما جرى من عمليات قمع وقتل وإيذاء واعتقالات طالت المدنيين الذين يتظاهرون بطريقة سلمية واضحة تماما من قبل الميليشيات والأجهزة الحكومية التي لم ترعوي مما سلف لها في اعتصامات ومظاهرات سابقة بالحديد والنار. يبدو أنها مستمرة في هذا القمع وفي قمع الشعب العراقي، وإلا لا يوجد هناك أي مبرر لاستخدام الرصاص الحي. على هذا الأساس فإن هناك أيضا اتفاقيات عشائرية لا سيما في ميسان والناصرية والبصرة على أنهم سيحمون هذه المظاهرات، وبالتالي إذا تجرأت الميليشيات التي تتخذ من منهج الباسيج الإيراني أداء وفعل وتطبيق لقمع المتظاهرين من خلال الاختطاف ومن خلال التعذيب وقتل نشطاء، نتكلم عن عشرات اليوم من النشطاء لا يعلم مصيرهم، وهناك ترجيحات على أنهم قد ماتوا تحت التعذيب مثل من كشف بعضهم في اليوم الماضي. لذلك هناك أيضا دعوات وتوقيعات ومواثيق بين العشائر لحماية أبنائهم المتظاهرين، وإن اضطرهم لاستخدام السلاح في حماية المتظاهرين أمام حقيقة ما يجري من انتهاكات خاطرة تمارسها الحكومة وأجهزتها وميليشياتها القمعية. بالكلام عن الممارسات التي تمارسها الحكومة، متظاهرون وناشطون يطلقون واسم مان موت ردا على القمع الحكومي، هل تعتقدون أن الممارسات الحكومية في شتى الطرق أثرت على قوة التظاهرات ومطالب المتظاهرين أم لا؟ اليوم معلوم تماما أن الكل والشعب العراقي يعلم تماما أن الحكومة عندما تتجه إلى القمع الأمني والعسكري بطريقة، هذا يؤكد على الضعف، فإنه كل شخص يبدأ بعمليات مواجهة الآخرين بالعنف هذا يدلل على ضعفه الذي يريد أن يبرر هذه القوة بأنه قوي موجود. ولذلك المتظاهرون عندما ترى كيف يعذبون، وقد رأيتم على مواقع التواصل الاجتماعي أن هؤلاء يكشفون عن أجدادهم رغم كل هذا التعذيب والتنكيل، يطالبون بالخروج إلى التظاهرات ويخرجونهم إلى التظاهرات، مما يؤكد على أن وسيلة القمع التي استخدمتها الحكومة وميليشياتها ما هي إلا أن زادت وتيرة خروج المتظاهرين وإصرارهم على التظاهر يوم غد والأيام القادمة، وبالتالي سنشهد عملية تمدد أفقي بالتظاهرات وعامودي بالمطالب، من حيث أن سقف المطالب يوم غد سيرتفع أمام ما جرى على المتظاهرين العزل السلميين الذين لم يؤذوا أي دائرة حكومية ولا أي مؤسسة ولا أي بنى تحتية، لم يهاجموا مستشفيا ولا مدرسة ولا دائرة من دوائر الحكومة، إنما طيب. فقط المقرات الميليشياوية للأحزاب هاجمتهم وقتلت منهم فأحرقوها، وهم لا يريدون التبعية لإيران. ما الذي تختلف عنه هذه التظاهرات عن غيرها، وما إمكانية أن تحتويها الحكومة على غرار ما حدث سابقا أو أن تركب الموجة؟ أولا، الحكومة وصلت إلى طريق مسدود من خلال عملية الاحتواء، وهذا ما فعلته في تظاهرات المحافظات الستة 2013، وبالتالي هذه المظاهرات تختلف عن وعود المالكي بالمئة يوم الذي استطاع أن يمتصها، أو التظاهرات في الوقت القريب الذي ركب موجتها ممن بنى الخيمة الزرقاء داخل المنطقة الخضراء. هذه التظاهرات حقيقة اتجهت باتجاه آخر. اليوم الحكومة عاجزة عن تلبية طلبات المتظاهرين التي هي بنى تحتية وخدمية، لأنه مديونة، وبالتالي هي رهنت اقتصادها للاقتصاد الإيراني من خلال تمويل الاقتصاد الإيراني بالعملة الصعبة، وإلا فإن الخبراء يؤكدون على أن المبالغ التي دفعتها الحكومة لإيجار بدل إيجار خطوط الكهرباء هي تساوي بناء 20 محطة كهربائية داخل العراق، التي يمكن أن تساهم برفع 60% من معاناة الشعب العراقي. فبالتالي الحكومة أمام دين 130 مليار، وهناك استحقاقات لصندوق النقد الدولي
على الحكومة خلال الأشهر القادمة، بالتالي هناك ديون أخرى، فالحكومة غير قادرة على أن تلبي أي مطلب من المطالب، مما سيجعل من المتظاهرين يعلمون تماما هذه الأحداث، وبالتالي هم مصممون على عملية التغيير لأنهم طيب. يريدون ليست خدمات، لأنهم يريدون أن فساد العملية السياسية وصل إلى طريق مسدود، وبالتالي هذا ما شهدته مقاطعة الانتخابات لهم في الأيام الماضية. زعيم ميليشيا بدر هادي العامري يقول بعد 15 عاما تفشل الكتل السياسية ويفشل السياسيون في تلبية مطالب الشعب العراقي وتركهم جوعى وتركهم للفقر وتركهم للجهل. هذا آخر تصريح لهادي العامري. ألا تعتقد أن هذا التصريح تغير من قبله، أم أن هنالك ما أجبره على هذا التغير، وكيف تعلقون عليه؟ وأليس أمام الحكومة العراقية اليوم، أو ما تدعي أنها حكومة، عندما سرقت 1,000 مليار دولار لديها إمكانية تعويض العراقيين 10% من هذا المبلغ؟ أولا هذا الاعتذار غير مقبول، وبالتالي لن يقبله لا المتظاهرون ولا عموم الشعب العراقي، لأننا لا نتكلم عن أخطاء بسيطة أو نتكلم عن حقوق، نتكلم عن ضياع بلد، وبالتالي كل المتظاهرون مجمعون وكل الشعب العراقي مجمع على أن هؤلاء سرقوا وطن، واليوم يريد الكل يسعى إلى استعادة الوطن، فبالتالي استعادة الوطن يكون بزوال هؤلاء، ومن يريد أن يعتذر عليه أن يغادر لأنه فشل 15 عاما. إنما هذا الخطاب هو كتب في السفارة الإيرانية من أجل أن يمتص غضب الناس باعتبار أنه اعتذر، وبالتالي الذي يعتذر عليه أن يرجع الحقوق، هي ليست قضايا شتيمة أو كلام عبر الإعلام، هم أخذوا وسرقوا أموال العراقيين وسرقوا أرواح ودماء العراقيين، فعليهم أولا أن يرجعوا هذه الأموال وأن يرجعوا أرواح الشباب الذين قتلوها، وأن يطلقوا سراح المعتقلين والمعتقلات حتى أن يكون هناك عمليا اعتذارا موجودا. أما أنه بكلام فاضي هو فقط للعزف على أيقونة يمكن أن تسحب أو أن تحد هذه الكلمات من وساطات تجريها الميليشيات بين التهديد وبين الجزرة من أجل حقيقة ترويض المتظاهرين. هذه الأساليب لن تجدي نفعا مطلقا مع الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي اليوم يسعى لاستعارة الوطن الذي نهبوه هؤلاء، ومن يريد تصحيح العملية السياسية عليه أن يغادر، لا هو أن يبني شروطا على العراقيين فيها، وبالتالي هم عندما يعترف بأن العملية الانتخابية فشلت والشعب العراقي قاطعها، فلماذا يصرون على بناء عملية سياسية وتشكيل حكومة مزيفة والشعب العراقي ضدها؟ لا. القضية تتعلق بحقوق للعراقيين ينبغي أن تؤخذ وتنتزع، وهذا ما وصلت إليه قناعة العراقيين بمستوى كبير ومتساوي بين كل أطراف الشعب العراقي، أن حقوقهم من هذه القلة السياسية هي تنتزع ولا يمكن أن تؤخذ منهم بطريقة التفاوض. الناشط السياسي الشيخ عبد القادر النايل كنت معنا، شكرا جزيلا لك.